شاهدينا الكرام، انطلاقه شوط الختام تمت في هذه اللحظات. شوطنا هنا المنطلق عاشر اشواط سن اللقايه، هنا من ينطلق واخرها واخر شوط من اشواط هذا الصباح، يعتبر الشوط العشرين في هذا اليوم. تابع مشاهدينا الكرام هنا في هذا الانطلاق والتحدي التماس سعيد بن خليفة بن رشيد من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، شواهين على المركز الثاني، وزعفران على المركز الثالث، سعيد بن مطر الرميثي، بينما المركز الرابع هناك شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري مع الشايبة، والمركز الخامس تاتي هنا محنة علي بن سالم بن معيوف لقتبي، من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل. هذه هي الأسماء الخمسة المنطلقة بهذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. نتابع مشاهدينا الكرام الصدارة، نتابع التماس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من تندفع بصدارة هذا الشوط، وبالمقدمة تأتي شواهين، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الثاني، وصلت ريف الفقع، وصلت ريف الفقع هنا لمبارك بن سالم بسيف بن عفرة، ومن الجانب الآخر محنة علي بن سالم بن معيوف لقتبي، وعلى المركز الخامس الشايبة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى هذا الانطلاق، ولكن التماس ملتمسة بالفوز وتبغي النقطة الثالثة، تبغي النقطة الثالثة لشعار بن رشيد، التماس سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم لنا التماس على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مندفع بصدارة هذا الشوط، شواهين في المركز الثاني، محمد بن سعيد بن مطر الرميثي المركز الثالث، ريف الفقع، مبارك بن سالم بن سيف بن عفرة المطيوعي على المركز الثالث، وتتسلل إلى المركز الثاني، هناك تأتينا محنة علي بن سالم بن معيوف لقتبي، وزعفرانة مطر بن سعيد بن مطر الرميثي هنا على المركز إذن الخامس، ولكن التماس على الصدارة، التماس على المقدمة وعلى المركز الأول، مندفعة بصدارة هذا الشوط، هو بالمقدمة وبالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور مع شوط الوداع، مع شوط الوداع التماس، أبغي السلام الثالث لأهالي جميرة، هذه الانطلاقة وبهذا التحدي مع عاشق السلالة الشاهينية هنا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز هنا، وانطلاقتها سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم التماس على صدارة وعلى المركز الأول، ريف دبي في المركز الثاني، ريف الفقع هنا على المركز الثاني، ما شاء الله ريف الفقع هنا، هذا الانطلاقة وبهذا الأداء هنا لمبارك بن سالم سيف بن عفرة، هي تتسلل ريف الفقع، وسلام لهالي الفقع مع ريف الفقع هنا بهذا الأداء لمبارك بن سالم سيف بن عفرة مركز الثاني، خليفة بن سلطان بن رشيد سعيد بن خليفة بن رشيد التماس، هناك شواهين سعيد بن مطر الرميثي، وتأتينا أيضا
أيضا طيبة لخليفة بن سلطان بن رشيد الرابع عنا، وهناك محنة علي بن سالم المعيوف لقتبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل ناتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم، عمل اللقاء بكم الأسابيع القادمة، تقبلوا تحيات الجميع وإلى اللقاء.